ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة كوينز كلينيك في لندن. دكتور أحمد مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا. باختصار لو سمحت نريد معرفة طبيعة هذا المرض وأعراضه. مرض السيلان ده عبارة عن sexually transmitted disease، يعني علاقة ما بين راجل وست، ما يجيش إلا بالطريقة مرض منقول جنسيا، لازم يكون ما بين راجل وست، يا اما الراجل بين الست يا اما الست بين الراجل. نمرة اثنين، اللي ده سهل قوي استقباله سواء من الراجل او الست، من الامراض اللي سريعه الطاس، يعني مش محتاج اكتر من علاقه ما بين راجل وست عشان خاطر المرض ينتقل. عشان ينتقل يجي اعراضه بتبقى احيانا كتير قوي، ما بيبقاش ليها اعراض غير شويه افرازات. الست بتاخد بالها من شويه افرازات، بتفتكر انها افرازات بسيطه وبتعالج نفسها بنفسها. لكن الاعراض اللي هي المعروفه قوي عنه انه بيحصل فيه حرقان في البول، بيبقى فيه افرازات لونها صفراء على مخدر، ليها احيانا بتبقى ليها ريحه. عشان المرض ده مش بيبقى لوحده، غالبا بيبقى معاه امراض اخرى جنسيه، يعني اللي هو ناقل المرض للسيلان ما بيبقاش فقط سيلان، بيبقى احيانا مع امراض اخرى. طيب، منقوله. كيف يمكن ان يتحول السيلان الى مرض بلا علاج؟ ايوه، دلوقتي احنا في نقط عايز اتكلم فيها مهمه جدا. زي ما قلت لحضرتك ان السيلان ما بين علاقه ما بين راجل وست. معظم المراكز الطبيه او معظم الاطباء بينسوا تماما الجزء الاخر، يعني لو الست راح للدكتور ينسى الراجل، او الراجل راح لدكتور ينسى الست. وده بتعمل حاجه اسمها فيش سيركل، يعني العلاج بيبدا دائره مفرغه. نمره اتنين، العلاج عن طريق الصيدله او الفارماسيست وعن طريق الاطباء العاميين. دي مش دي امراض متخصصه، مش تعالج بطريقه عشوائيه او طريقه غير علميه او غير مدروسه. لابد ان المريض يكون بيتعالج بطريقه مظبوطه. لو لجاينيكولوجيست، لو بيجي لي مريضه وانا دكتور امراض نساء، بشوف بالظبط ان المريضه دي ايه، فين جوزها او جوزها او البارتنر اللي هو اتنقل العدوى. حتى ولو اتنقلت العدوى بطريقه بيسموها وان نايت ستاند، يعني معناها علاقه حصلت مره واحده ومش هتحصل تاني، علاقه عابره. طيب، طيب هو مرض بلا علاج، هل يعني بسبب مقاومته للمضادات الحيويه؟ ايوه، بتدي انت مضادات حيويه. هو ساري ديفيد لما كلمت في التقرير بتاعها قالت ان في حاجتين لازم يتاخدوا مع بعض، دواء حبوب وحقن. الحبوب والحقن المفروض دايما بندي الكومباينيشن بتاع الدواء دوت مضادات حيويه. طبعا مضادات حيويه. معظم العلاجات اللي عن طريق الاونلاين فارماسي واللي عن طريق الانترنت وعن طريق الصيادله وعن طريق الجي بيز كلها بتكون مضادات حيويه بالادويه بالحبوب، مفيش حقن. يعني نادر قوي 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 لما دكتور يلتجئ الى هذا الكومباينيشن بتاع العلاج، وبالتالي البكتيريا بتبدا تبقى تتعود على الحبوب دي. تعودها على الحبوب دي زائد ان هو طبعا مش واخد تاريخ مرضي دقيق، الاثنين دول مع بعض بيتخلي ان الراجل بيرجع له او الست بترجع لها المرض مره ثانيه عن طريق الفيش سيركت. يعني تزيد البكتيريا من قوتها ومناعتها ضد هذه الحبوب مضاده للالتهاب. بالضبط. طيب، هل من ابحاث جديده لمنع الوصول الى هذه المرحله ان يصبح المرض بلا علاج؟ بالضبط يا فندم. انا في نظري ان العلاج بالطريقه اللي هي غير علميه لابد ان يتوقف. لابد، نمره واحد لازم يتوقف. وعلاجه سهل جدا، خلي بالك. يعني لو اتعالج مظبوط عمليه سوبر جونوريا اللي هم اللي اتكلمت عنها سالي ديفيد واللي شافوها في شمال بريطانيا، ده عشان نتيجه العلاج الخاطئ، مش عشان خاطر ان البكتيريا ديت، يعني هو طريقه العلاج الخاطئ. التشيرمان اوف جلاكسو ويلكم اللي هو اكبر شركات الادويه في العالم قال لك 50% من الادويه المضادات الحيويه ما بتعالجش الامراض. 50%، يعني معناها ان احنا بندي عيانين الامر. لازم ناخد تاريخ مرضي دقيق، لازم نعمل تحليلات طبيه، لازم نتاكد ان احنا بنعالج التو بارتيز. حتى ولو علاقه عابره
نقدر نخلي الست او الراجل يبلغوا الاذر بارتي حتى ولو تليفونيا انك عندك المرض الفلاني من فضلك عالي عشان خاطر بتبدا تنتقل. والادويه المضادات الحيويه بتتاخد بطريقه غير علميه لا بد ان تتوقف. وانس ان كل الخطوات دي اتاخدت بطريقه مظبوطه تبدا انك انت تتاكد. هو مش موضوع بس دواء حبوب وحقن. نو يعني انا غير متفق على عمليه ان هي تبقى حبوب وحقن. غير كده كمان جملة بس عايز أضيفها مهمة جدا للعالم العربي ككل. مفيش حاجة اسمها علاقة جنسية بموانع للأمراض التناسلية. مفيش حاجة اسمها ان الست الراجل بيستخدم العازل معناها ان هو بيمنع الأمراض التناسلية. ده غلط، مفهوم غلط. العلاقة الجنسية بتتم في نقل أمراض جنسية. الدكتور أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة كوينز كلينيك في لندن، شكرا جزيلا لك. الحديث ممتع. كنا نود المواصلة لكن للأسف الشديد بسبب ضيق الوقت. شكرا لك. شكرا. كل سنة وانتم طيبين جميعا. شكرا.